الريفيوريت. شو شفت؟ زي معاه زي التراب والله زي جهنم. كل حاجة كل مش اللي فيش مش شو ما في إسلام شو اللي في إسلام مش اللي في عالم ما هذا أي اسمها أيام المباهاة لربنا اسمع اسمع الحرب اسمع الحرب اسمع الحرب اللي في الكعبة في الكعبة زي بتكون حاجات حاد داير زي بلدنا وفوق دور وفوق دور عالم زي التراب العربيات فوق المليون فوق الألف عربيات كلها جود انت طبعا على عربايه عربايات يا زلمه عالم زي التراب عربايه سوكه لحالك ولا لا ما في هناك بيضربوك ربع ساعه بعدين بتستاجر هذا اني 400 ريال هذا بقدر بقول لك بعد ازمه بقدر على الفاضي لا جوا هذا بس جوا تستعملها مش لبرا هذا بتطوف فيها وبتسعى هذا اخذوها معها من هنا وتريحها شحن انت رحت عمره صح قبل هالمره شو الفرق بين العمرة والحج؟ في مناسك بيغزيز الناس بزيادة على منه على مجدلفة على عرفات أما فرق التعب فرق التعب التعب أجود التعب أجود بقول لك العمرة عشان متهوى بس الحج بتحس عشان أدرك رمشين زي ما قلت أنت عشان على رواية بقول لك فرق من التعب بتحس بالحج بس انك حجيت يا زلمه زين وين بتروح تاكل الناس نايمه وين مشان نايمين السوس اربع التراك المسار شل العالم شل العالم من جميع انحاء العالم وشو انه ما حكيت في ناس بيقول لك مثلا انا بدي اروح اطوف ولا كذا باخر حالنا بعدين في سنتين ولا ثلاث نفس رمي الجمرات الصبح تصلي وتروح تخي يا زلمه يابان شوف يابان سنين بخرجوا على العالم يعني بتنصح الناس الحجة؟ أو زين؟ يعني بصح. حتى سمعنا شو بتقول الأولاد هم. يسلم. يعني بصح لا اسمه. أجيب له محسن. 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 صور. نستور بس ما نحشي إحنا نستور. عشان الأولاد. عشان الأولاد شو بتشوف؟ الأولاد إيش بتشوف؟ خليك يعني. تعبان. أوكي زين. خلاص مش بتبغي شيء ما تبسط ترى ما شاء الله هاي جت الحج تفضل تريح حج شوف خلاص طيب والحمد لله رب العالمين الله عم علينا بنعمة الحج الحمد لله رب العالمين رحنا حجينا ودينا ودعينا إن شاء الله أولادنا أولاد أولادنا وليوم الدين يروحوا حاجين على بيت الله الحرام أهم إشي يعني دعينا ولا أهل بلادنا إن شاء الله ربنا يتعاهم تشيلهم يروحوا على بيت الله الحرام ودعينا لشباب فلسطين الله يهديهم ولا شباب وين مكان شباب الإسلام المسلمين الله يهديهم ويصلحهم وين مكان يعني إحنا حبينا أن ندعي للمسلمين المسلمات أن ربنا يهديهم ويصلح عمرهم ويبعد عنهم الزنا والرذيلة والأشياء الوحشة والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تحب تطمني الاولاد تطمنيهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رحنا وجينا بالف سلامه والحمد لله تسرت معنا والحمد لله رب العالمين على كمال ما وجه هاي بس هاي تمام شوف لازم يلا تعمل شيء واحد بس هذا تعمل شيء للناس الناس يقولوا ليش بيجي تولد الله سلامتكم مقبولة إن شاء الله الناس يسألوني ليش بيجي تولد معك ابنك يجيبك قلت لهم حكومة كانت 50 فوق ما كنت زلناش